الرسائل، إذا لم ترسل الرسالة هذه بيجيك كذا وكذا وكذا، متناقلة بين الأشخاص أو بين الناس. أودي أنك تشوف الموضوع يا شيخ. طيب شكرا لك. هؤلاء دجالون وكذابون، يكذبون في الجوالات ويقولون إذا لم تنقل هذه وتوزعها تصاب بكذا، وإذا وزعتها لك أجر كذا. هؤلاء كذبة ويجب أن يوقفوا عند حدهم ولا تروج خرافاتهم وأباطيلهم. نعم شيخ صالح، يعني مثل ما ذكرتم حفظكم الله حول هذه الرسائل، لماذا تظهر هذه الرسائل بين الفينة والأخرى وتختفي ثم تعود؟ أنت تعلم أن هناك مخرفين يريدون أن يروجوا البدع والخرافات، وقد وجدوا ضالتهم المنشودة في هذه الجوالات لا يدرى من هم ويروجونها، فالإنسان الطامع يأخذ بالوعد ويوزعها طمعا في الوعد الذي رتبوه على توزيعها، والإنسان الخائف والجاهل يخاف من الوعيد الذي ذكروه. فعلى المسلم أن يرفض هذا وهذا وأن ينكر عليهم ولا يوزعها. نعم. زان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل للبرنامج سين عين صاد من الدمام يقول: شيخ، في آخر العام الهجري ترسل في الجوالات رسائل بطلب الاستغفار في آخر العام، فهل لهذا أصل وتسمى هذه حملة المستغفرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الاستغفار مطلوب من المسلم في كل وقت، خصوصا إذا حدث منه ذنب فإنه يبادر بالاستغفار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذا في كل وقت لا في آخر العام فقط، وكذلك يسرع الاستغفار في آخر الليل للأسحار، قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وهذا في كل ليلة، قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وهذا في كل ليلة لا في آخر العام فقط، وكذلك يشرع الاستغفار بعد السلام من الصلاة المفروضة مباشرة. كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة المفروضة يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وكذلك الاستغفار بعد أداء العبادات، لأنه قد يعتريها شيء من النقص، وهذا ما في كل وقت لا في آخر العام. فتحديد آخر العام للاستغفار أو طلب الاستغفار في آخر العام هذا لا أصل له، فهو بدعة. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا الذي يروج في الجوالات في آخر العام من حملة الاستغفار هذا بدعة، والذين يدعون إليه دعاة إلى البدعة، يجب الحذر منهم. نعم الشيخ صالح، يعني هذه الرسائل التي تأتي، وأيضا كذلك يوم الجمعة يقول: جمعة مباركة، أكثروا لي من الدعاء، أنشر تؤجر. هذه الجوالات استعملت لأجل ترويج الخرافات، فهي فرصة لهم، لأنه لا تذكر أسماءهم ويطلبون من الناس كذا، فلا يلتفت إلى ما في الجوالات من هذه الطلبات، خصوصا أمور العبادات، فلا بد من ثبوتها بدليل صحيح من الكتاب والسنة. نعم. هل هناك دعاء للسنة الجديدة؟ لا دعاء ولا شيء خاص للسنة الجديدة، هذا كله من المبتدعات. نعم فضيلة الذي يريد النجاة ويريد الأجر والثواب يقتصر على ما شرعه الله سبحانه وتعالى،
ولا يلتفت لما يقوله الناس من غير برهان ومن غير دليل. فمن جاءك وقال لك افعل كذا فيه أجر فيه ثواب، قل له هاتي الدليل على هذا، فإن جاء بدليل فنعم وعلى الرأس والعين، وإن جاء بغير وإن لم يأتي بدليل فهو ضال مضل. فعلينا أن نتنبه لهذا خصوصا وأننا في زمان تروج فيه البدع بكثرة مع غلبة الجهل في الناس ومع رغبة كثير من الناس في الخير وحبهم للأجر، فيستغلون هذا مع غفلة كثير من العلماء فيدسون على الناس هذه السموم، لا سيما في هذه الوسائل المستحدثة، الإنترنت، الجوال، المواقع، يدسون على الناس هذه الشرور، يرسلون رسائل الجوالات، افعلوا كذا، صوموا كذا، صلوا كذا، ويرغبون في هذا ويقولون من يفعل هذا فله أجر ومن تركه فعليه وعيد، يرتبون أنواعا من الوعيد والتخويف على من لم يفعل بما ينشرونه، بل إنهم يأمرون من بلغته هذه الخرافات أن ينشرها في الناس وأن يبلغها، وأن له من الأجر إذا نشرها له أجر كذا وكذا، وإن كتمها فعليه إثم كذا وكذا، وليتوقع العقوبة العاجلة وما أشبه ذلك من التهديدات والوعيد والوعود بالأجر والثواب لمن قبلها وروجها. هكذا يفعلون، فاحذروهم. لا تقبلوا من أحد أي عبادة أو أي فعل يرجى به الثواب إلا بدليل من الكتاب والسنة. يذكرون أحاديث مكذوبة يرغبون بها الناس، أو يضعون هم أحاديث يرغبون بها الناس، فاحذروا عباد الله. قد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لكن هؤلاء استزلهم الشيطان فأغواهم وأغراهم، وصاروا يحبون أن يتبعهم الناس وأن يغيروا دين الناس، فاحذروا منهم واحذروا من هذه الوسائل وما ينشر فيها، ولا تقبلوا منها شيئاً إلا بعد أن تسألوا عنه أهل العلم إن كنتم لا تعلمون، أو إن كنتم تعلمون فاعرضوه على الكتاب والسنة. ضيقوا عليهم المجال في هذا الأمر. الحمد لله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. والحق بين أيديكم، والحمد لله، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عندكم العلماء، أسألوهم عما ينشر وعما يقال، سدوا عليهم الطريق وحاصروهم حتى ينصرفوا عنكم وعن أفعالهم القبيحة إذا لم يكن لها رواج، وإذا علموا أن في طريقها من ينكرها ويردها عليهم، فاحذروا من ذلك وفقكم الله. بكم الله. نعود إلى اتصالاتنا، ومعنا الأخ المتابع للبرنامج باخت الجدعاني من جدة. نعم الأخ خالد، بارك الله فيك. بالنسبة لأن تأتي بعض الأحيان رسائل على الجروبات وكذا، فيستعجل الإنسان فيرسلها، وبعد فترة يتبين أن هذه مصدرها أحاديث موضوعة أو مكذوبة، فما كفارة هذا الفعل؟ وما توجيه سماحة الوالد للذين يسارعون في نشره، خاصة من العوام الذين لا يعرفون مصدر هذه الأحاديث؟ أولا، لا يجوز للمسلم أن ينشر كذبا وباطل،
وإنما ينشر ما في الخير. فالأصل الناشر مطالب بأن لا ينشر إلا ما في الخير. أما ما يعلم أن فيه أحد مكذوبة موضوعة أو أقل كذبة فلا ينقلها. ثم الثاني الآخرون لا يحصل لكل منهم بالقروب أن ننشر ما فيه من غير ثبات لحاله، فقد ننشره ونعين على انتشار الباطل الأكاذيب، لأن بعضهم يحرص على النشر لكن لا عند تمييز هل ما نشره صحيح أم ضعيف، كذب أم صدق، لا يعرف يميز من الأمور. فإن التواصل الاجتماعي فيه أحيان أكاذيب وأراجيف، إذا تأملت وجدت أن الكذب يسيطر على كثير منها، وأن البعض ممن قل حياؤه لا يبالي بالكذب، ولهذا الكذاب له عذاب شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكذب اكتب عند الله كذابا.